يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالك يا عزيزي القرصان؟ فصل جديد وانطباع جديد وفرصة جديدة للهبد والتحريات اللي غالبا راح تنتهي بخيبة أمل ويطلع عودة جالس يطقطق علينا في النهاية. شكوشي فصل جميل وقوي، ولعله خلانا نخبط بعضنا حبتين، او بالتحديد فيه فريم معين خلانا نخبط في بعضنا، واللي هو هذا الفريم اللي ظهرت فيه صورة الفرسان المقدسين. ولكن المشكلة مش في الفرسان المقدسين، المشكلة انه احد ظلال الفرسان المقدسين يشبه الى حد كبير ظل شانكس احمر الشعر شانكس. طب احا، ولكن ما راح نسولف في الموضوع الحين، خلونا ناخذ الفصل رويدا رويدا شيئا فشيئا، وبنتكلم عن الموضوع لما نوصل له. هب لنا اشتراك يا عزيزي القرصان، وفعل لي جرس التنبيهات على طريقك، ولا تبخل علينا بزر اللايك لو اعجبك الفيديو، لانه افضل شيء ممكن تدعم فيها القناه. وتعال تابعني في مواقع التواصل الاجتماعي، كل الاشياء راح تلاقيها في صندوق الوصف. غير كذا عزيزي القرصان، اطلع على ظهر سفينتك وافتح اشرعتك، ويلا بنا نبحر ونسولف في الفصل 1083 من مانجا وان بيس. عنوان الفصل يا جماعة حقيقة ما حدث ذلك اليوم. أنا لما قرأت العنوان يوه انبسطت يا لطيف، لأني كنت أعتقد أنه أخيرا راح نعرف حقيقة كل شيء حصل هذاك اليوم، أقصد في اجتماع الريفر الأخير. ولعل أهم حاجتين أنا منتظر إجابتها، أول حاجة وش شاف سابو في غرفة العرش الفارغ، وثاني حاجة مين اللي قتل الملك كوبرا. ولكن للأسف الفصل التفت لأشياء ثانية حصلت هذاك اليوم، مثل قتالات قادة الجيش الثوري ضد الأدميرالات، وإيش كانت خطة الجيش الثوري وما إلى ذلك. فاللي بقوله لكم، أودا حمسني بالعنوان وسحب علي في أكثر شيء كنت منتظره. أول حاجة يا جماعة، في شيء مرة مرة مهم لازم نعرفه. الجيش الثوري مهمتهم ما كانت استهبال، ولا مجرد تهريب وتحرير المستعبدين، ولا حتى مجرد محاولة تجسس. الجيش الثوري بصريح العبارة كان عندهم هدف مرة خطير من أصل 3 أهداف، والهدف هذا هو إعلان الحرب على حكومة العالم. وكون الجيش الثوري وصل إلى هذه المرحلة إنه يعلن فيها حرب على حكومة العالم، هذا يورينا قد إيش الجيش الثوري وصل لمرحلة قوية جدا. إحنا ما نتكلم عن حرب قراصنة ضد قراصنة، ولا نتكلم عن حرب دولة ضد دولة، إحنا نتكلم عن الجيش الثوري ضد حكومة العالم. هذه الخطوة يا جماعة توريكم إن الجيش الثوري مش سهل أبدا. وبالفعل في بداية الفصل شفنا قادة الجيش الثوري وشفنا قدراتهم العجيبة في مقارعة الأدميرالات اللي هم أقوى شيء في البحرية تقريبا. وما دام عند الجيش الثوري ناس قادرين على الوقوف في وجه الأدميرالات، فالأمور جدا طيبة، وما خفي عند الجيش الثوري كان أعظم. وتعرفنا في هذا الفصل بشكل أوضح على كرس، واللي عنده فاكهة السخام أو السخام، ما أعرف كيف تنطق بالضبط، ولكن السخام يا جماعة ممكن يطلق على بقايا الفحم أو غبار الفحم أو آثار الفحم، وممكن برضو يطلق على آثار الاحتراق. تعرف لما تحرق شيء غير قابل للحرق، مثلا صخرة ولا جدار ولا أي سطح صلب، عادة يتكون عليه مادة سودة تشبه الحبر، ولو حاولت تمسحها بيدك تتمسح وتلاقي أثرها بيدك على شكل غبار أسود. هذه هي فاكهة بطل الثوار الجديد كرس، وهذا مو أول ظهور له، شفناه قبل كذا في الريفري زمان. فضلا يا جماعة عن أنه عنصر السخام يعتبر أحد مكونات صناعة الأحبار. عموما أنا ما أعرف وش دخل الغربان في الموضوع، ولكن ربما مثل ما نعرف أنه الفاكهة تعتمد على آكلها، وكل شخص يقدر يوظفها بالشكل اللي يعجبه. وحبيبنا كرسو أعتقد أنه قرر يجسد الغربان فيها، ممكن وممكن لا، ولكن نقول ربما. عموما نلخص مهام القادة يا جماعة في الريفري على السريع. كرسو يقاتل أي شخص يحاول يوقف في طريقهم، وانتهى به المطاف في مقارعة فيجيتورا اللي بغى يجيب أم العيد ويستدعي نيزك. أنا ما أعرف ليش قرر يستدعي نيزك فجأة، بس الحمد لله أنه ما استدعى. لا والله ليه تستدعى يعني، وكان فك أمنا من الحرب هذه، بس كانت لقطة حلوة صراحة وضحك. وعندنا ليدنبرغ، وكانت مهمته أنه يحرر أكبر عدد من المستعبدين، which is هذا اللي سواه فعلا، وحرر ناس كثيرين وضمهم إلى صف الثوار. ومورلي، واللي كانت مهمته نفس مهمة الأول، يا أنه ذا الإنسان غريب أطوار وكريه، رجال جحش كبير ولابس تنورة ودلوع، كيف تجي؟ عموما انتهى به المطاف في النهاية في مقارعة الأدميرال الأخضر ريو أو ريو كوجيو،
اتوقع كذا اسمه اذا ما خاب ظني. عموما القتال واضح انه كان من طرف واحد، لانه حرفيا الادميرالات فيجيتورا وريو كانوا مقيدين جدا ومو قادرين يطلقون العنان لكامل قوتهم، لانهم خايفين يدمرون ام ماريج وبالكلاب اللي فيها. لانه شفنا فيجيتورا حاول يستدعي نيزك بعدين بطل، وشفنا كمان الادميرال ريو برضو كان خايف انه يطلق العنان لقوته ويتأثر التنانين السماوية. فكان القتال مرة محدود من ناحية الادميرالات. شكاشي مورلي وكرسوا ومقارعتهم للادميرالات هذه بحد ذاتها شيء يشاد به، وهذا مش كلامي، هذا كلام اعضاء السي بي زيرو اللي ما ادري من وين جالسين يطلعون لنا واحد ورا الثاني. انا كنت اعتقد انه خلاص ما راح نشوفهم من بعد الانيس لوبي، ولكن كل شويه يرجعون لنا بشكل تدريجي. ايش هذا؟ يجيب ناس بدالهم وخلاص؟ طيب يا جماعه، خطه اعلان الحرب تمت وصارت واضحه وصريحه، ولكن الخطه الثانيه كمان كانت خطيره جدا، وهي قطع الامدادات وتدمير مخزون حكومه العالم. لما اقول لك امدادات احنا نتكلم عن كل شيء تقريبا، مياه، اكل، شرب، ملابس، كماليات، اي شيء. فتخيل انه الجيش الثوري الان مسوي شيء اشبه بالحصار ولكن على ماريجوا. يا ساتر، اكل ما يوصل، موارد مقطوعة، حرفيا ماريجوا في وضع جدا سيء، الله يزيده. فالجيش الثوري يا جماعة قوة لا يستهان بها ابدا، واحنا ترى بس تكلمنا عن قادة الجيش الثوري وعن مخططهم، ترى لسه باقي دراغون إيفانكوف، وكمان عندنا سابو إمبراطور اللهب. غير كذا يا جماعة، الجيش الثوري ما راح يخطو خطوة زي كذا إلا وهم حاسبين لها ألف حساب. أنت ما راح تعلن الحرب على حكومة العالم إلا وأنت عارف إن عندك القدرة على محاربتهم. أكيد دراغون ما نفذ هذه الخطة إلا وهو عارف كل شيء عن حكومة العالم. وحطوا في بالكم إننا للحين ما نعرف الشيء الكثير عن دراغون. ممكن دراغون يكون له ماضي مع التنانين، ممكن يكون له ماضي مع الجيروسي، ممكن يكون له ماضي مع إيمو سما شخصياً، ومو شرط بشكل مباشر، ولكن على الأقل عنده معرفة بأسرار ماريجوا. لأنه علشان تقدر تقاتل خصمك لازم تكون عارف كل شيء عن قوته. أنت ما بتروح تقاتل روسيا بسيوف وخناجر وأنت عارف أن روسيا عندها دبابات ومدرعات وطائرات حربية. بالضبط. فأكيد أنه دراغون يعرف كل شيء عن قوة حكومة العالم وحاسب حساب لكل خطوة مضادة ممكن تتم عليهم. عندك يا حكومة العالم أدميرالات، أنا كمان عندي قادة وراح يأكلوا عيش مع أدميرالاتكم. عندك يا حكومة العالم سي بي زيرو، أنا كمان عندي أفراد بيأكلوا عيش معاهم. عندك يا حكومة العالم سلاح سري يمحي أم دول من الخريطة، أنا عندي سلاح كمان أرد عليه فيكم. وكلنا نعرف قدرة دراغون المرعبة والمجهولة في التلاعب بالطقس وتدمير مساحات هائلة في ثواني معدودة. خلاصة الكلام، الجيش الثوري داخل حرب هو فاهمها وحاسب لها ألف حساب، ومش مجرد هبد وسبهللة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نجي لأهم بقعة ذكرها دراغون برضو، واللي توضح لنا برضو مدى استعداد دراغون للحرب الكبيرة اللي أعلنها مع حكومة العالم. دراغون يا جماعة عنده معرفة بوحدة الفرسان المقدسين، وبرضو واضح إنه عنده استعداد لهم. الفرسان المقدسين وقوتهم الهائلة دراغون أدرى بها، وبرضو عنده خطة للاستعداد ومواجهتهم. ولكن يا جماعة، تحرك الفرسان المقدسين مش معناته إنه أوه يلا خلينا نتحرك الدنيا حرب. دراغون يقول انه تحرك الفرسان المقدسين هو عبارة عن اعلان رسمي للمعركة الحقيقية. نحن امام معركة بنت 66 معركة يا جماعة، نحن امام قوى جديدة راح نشوفها وهي قوة الفرسان المقدسين. يعني تخيل ان كل اللي شفناه في الفصل من هبد ومضاربات وقتالات ما بين قادة وادميرالات كانت مجرد اعلان للحرب لا اكثر. المعركة الحقيقية هي لما يتحرك الفرسان المقدسين. طب احا، وش عنده هم الفرسان المقدسين هذول؟ كفاية انه واحد منهم ظله شبه شانكس. عموما يا جماعة، قبل ما نتكلم عن الفرسان المقدسين خلونا نقفل كم جزئية مهمة في الفصل برضه، واللي هي الخبر اللي انتشر بشكل كاذب عن ان سابو هو اللي قتل الملك كوبرا. وبغض النظر عن صحته او زيفه، احنا كلنا عارفين انه الخبر مش صحيح، ولكن الخبر هذا جعل من سابو بطل في عيون دول العالم، أو على الأقل الدول المتظاهرة على حكومة العالم واللي عددها 8. لأنك يا سابو أنت قتلت ملك وعضو في حكومة العالم، وهذا بحد ذاته وإن كان غير صحيح إلا أنه انتصار للثوار، بالرغم من أنه الملك كوبرا مثل ما وصفه دراغون معروف برحمته وعدالته في الحكم، وهذا الشيء ما هو جديد علينا. فالجيش الثوري مبسوطين وزعلانين في نفس الوقت، أو على الأقل سابو. سابو يقول أنا حزين جدا على الملك كوبرا، ولكني راضي برضو عن الإشاعة اللي لفقوها فيني، لأنها راح تزيد لهيب الثورة اشتعالا. فجات رمية من غير رامي، حكومة العالم لفقوا التهمة لسابو، وفي نفس الوقت زادوا عدد الثوار في العالم على إثر هذا الخبر المزيف. فعموما اللي فهمناه من الفصل اليوم إنه الملك كوبرا قرر يقابل الجيروسي
وبالفعل سمحوا له يقابلهم ولكن لحاله ومن دون أي أحد. وأثناء ما سابه كان يتجول في مريجوة، وصل إلى مكان ما داخل القصر، يعني هذا السيناريو المقترح والمتوقع، ولقي جثة الملك كوبرا، وبمجرد ما وقف جنب الجثة التقطوا له صورة ونشروها في الصحف. ومورغان مستحيل يقول لا لخبر زي كذا أبدا، مورغان يموت في أم الأخبار، خلي عاد خبر دسم زي كذا، سابو قتل الملك كوبرا. دايم شكاشي يا جماعة، أعتقد أن سابو جاته الفرصة يتكلم مع الملك كوبرا بطريقة ما قبل ما يموت، وربما يعرف مين هو قاتل الملك كوبرا، وممكن كمان عرف أشياء مهمة ثانية قبل ما يموت الملك كوبرا. إيش هي هذه الحاجات؟ والله تبطي عظم تتوقعها، ولكن نكتشف مستقبلا إن شاء الله. ولكن خلونا ما ننسى يا جماعة أنه كمان سابو ما قال لنا وش شاف في قاعة العرش الفارغ. هل شاف إيمو سما؟ هل شاف كنز ماريجوا؟ هل شاف العرش الفارغ مش فارغ؟ هل شاف شيء جديد ما نعرف شيء عنه للآن؟ الله أعلم. فحقيقة ما حصل ذلك اليوم واللي هي عنوان فصل اليوم عرفنا جزء منها وباقي جزء منها مجهول، ويلا على بابك يا كريم. نيجي لأهم وأكثر فريم مثير للاهتمام واللي قلب أم السوشيال ميديا فوق تحت، ولعل أنصار شانكس أمثالي وسوسوا حبتين، ولكن مثل ما قلت لكم في آخر بث يا جماعة، لا تدعوا للشيطان طريقا إلى قلوبكم. أنا ما زلت مؤمن إنه شانكس صاحب هدف أسمى من إنه يكون خادم عند حكومة العالم الكلاب، وإن كل خطوة يخطوها شانكس هي لأجل هدف نبيل وشريف وإنساني ويصب غالبا في مصلحة العالم. يا جمهور شانكس لا تخلوا أودا يوسوس فيكم، لا تشتروا، لا حد يشتري. طيب يا جماعة، أول شيء لازم نعرفه أن أودا من المرجح أنه جالس يحاول يتلاعب فينا، وفي النهاية يطلع لا شانكس ولا أي بطيخ له علاقة بهذا الفريم الغريب، ولا شانكس ولا أي بطيخ له علاقة بالفرسان المقدسين أصلا. ولكن تحليلي للموضوع، لو إن اللي في الفريم هذا لا سمح الله طلع شانكس، فربما يكون مستنسخ من شانكس. كون فكرة الاستنساخ طرحت قبل كذا، وتم استنساخ شانكس بموافقة شانكس بطريقة ما وباتفاق بينه وبين حكومة العالم ما ندري، لأنه فعليا احنا شفنا فكرة الاستنساخ زي ما قلت لكم، وشفنا لها تطبيق وتجربة ناجحة في الإيجهد. وإيش فيه أفضل من إنك تستنسخي شانكس يا حكومة العالم؟ قوي، بطل، هاكي من أقوى الهاكيات، وكان تابع روجر، ما يحتاج. شانكس فرصة جدا ممتازة للاستنساخ، وممكن وفيها أبدأ كمان إضافية، ممكن كل طاقم شانكس يكونوا مستنسخين أصلا ويمثلون الفرسان المقدسين هذول. نظرية صعبة وغير مرجحة، أي نعم، ولا أقدر أدعمها بأي أدلة أصلا، ولكن وجب الهبد بها والتصريح فيها، لأنه ليش لا، ممكن تطلع صح. ولكن ما عليكم يا جماعة، للأسف الأسبوع هذا ما كان عندي رفاهية الوقت ولا عندي رفاهية التحليل. للأسف الأسبوع مرة كان مشحون ومخربط بالنسبة لي، ولكن في نظرية بعد قراءتي للفصل اكتشفت إنها جالسة تحوم في الأرجاء بشكل مرة متكرر، وفيها نسبة جيدة من الصحة ومخيفة صراحة. هذه مش نظريتي ولا أعرف مين اللي قالها، ولكن لقيت ناس كثير يتكلموا عنها في السوشيال ميديا، وهي إنه شانكس عنده أخ توأم. يب، شانكس ربما يكون عنده أخ توأم، والأخ التوأم هذا هو أحد الفرسان المقدسين. كيف؟ شلون؟ لماذا؟ الحين بنشوف مع بعض. كلنا يا جماعة نعرف قصة إنه شانكس لقاه روجر في جود فالي وأخذوا رباه، واللي يفترض إنه جود فالي وقتها كانت مقر للتنانين السماوية وعبيدهم. فبعض النظريات تقول إنه شانكس قد يكون تنين سماوي أو من عائلة كبيرة ونبيلة أيًا كان، وربما يكون نصف تنين سماوي، تنين سماوي سر على واحدة من عبيده وخلف منها شانكس، الله أعلم. ولكن اللي يهمنا هنا إنه شانكس كان له أخ توأم، والأخ التوأم هذا بطريقة ما وعلى عكس شانكس تم تهريبه مع التنانين السماوية بعد انتهاء معركة جود فالي، والأخ التوأم هذا هو الآن أحد الفرسان المقدسين. طيب حلو، ايش الاشياء اللي دعموا فيها هذه النظرية يا وجيه؟ وليش قالوا انه شانكس له اخ توأم؟ حلو، اي تعالي عزيزي القرصان نرجع لورا حبتين لاول دخول لشانكس عند الجيروسي، واول لقاء بين شانكس واللحية البيضة. اول مرة يا جماعة شفنا شانكس عند الجيروسي كلنا جلسنا نخبط في بعض وانجلطنا، افا يا شانكس ومش افا يا شانكس، ناس تدافع عن شانكس وناس تشتم فيه وناس مش عارفين وش يقولوا واكتفوا بالسكوت. ولكن الاكيد يا جماعة ان الجيروسي في ذلك اللقاء ما جابوا اسم شانكس على الاطلاق، ولا ذكروا انه شانكس ولا قالوا له يا شانكس. والاهم من هذا كله، في اول لقاء لشانكس مع الجيروسي او شبيه شانكس ما شفنا الجروح الثلاثة الموجودة في عيون شانكس. فكل الفريمات
وكل الحوارات حرمتنا من القدرة على إثبات إنه اللي عند الجيروسي هو شانكس. اسم شانكس ما ذكر والجرح في عين شانكس ما شفناه، فهل هذا شانكس ولا مش شانكس؟ ما راح نقدر نجزم ولا راح نقدر ننكر. حرفيا احنا محشورين في زاوية مرة وسخة. فالنظرية يا جماعة تقول ان اللي دخل على الجيروسي هو اخ شانكس وليس شانكس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هذه الجزئية الاولى من النظرية. الجزئية الثانية يا جماعة، كلنا نعرف انه اللحية البيضاء عنده ثلاثة جروح في صدره، احدهم يفترض انه تسبب فيه روجر بعد معركة الثلاث ليالي المشهورة واللي انتهت بالتعادل وتبادل الهدايا بين قراصنة اللحية وقراصنة روجر. حلو؟ حلو. فلذلك الجرح اللي على وسط صدر اللحية ظهر بعد معركة روجر واللحية، لأنه قبلها ما كان موجود، وفي صور وفريمات تثبت ذلك. بعد كذا عندنا جرحين إضافية مجهولة المصدر موجودين على صدر اللحية البيضاء، شفناها في المستقبل أو لما صار اللحية البيضاء كبير في السن، واحد في اليمين والثاني في اليسار. الجرح الأول قلنا روجر اللي جرحه، طيب الجرحين الثانية إيش مصدرها ومين اللي جرح اللحية البيضاء فيها؟ ما ندري. ولكن النظرية هذه أو اللي قال النظرية هذه استخدم هذه الجروح وبطريقة عبقرية ووظفها في قضية إنه شانكس له أخ توأم وهو اللي جرح اللحية البيضاء هذه الجروح، أحدهما أو كلاهما، أقصد الجروح. قل لي كيف؟ في أول لقاء بين اللحية وشانكس، اللحية قال لشانكس بصريح العبارة: كلما رأيت وجهك أشعر بوخز الجرح الذي تلقيته من ذلك الوغد. طب أحا وربي أح أحتين because one أحا is not enough. بتقولون يا وجيه يقصد روجر لأنه شانكس وروجر طاقم واحد وطبيعي شانكس يذكر اللحية البيضة بروجر بلا بلا بلا. كلام جوته كلام، أنا أتفق معاك، ولكن خلينا نساير نظرية إنه شانكس له أخ توأم لأنه برضو ممكن يكون في سبب آخر. اللحية لما شاف شانكس افتكر تصادمه مع توأم شانكس أو شبيه شانكس سواء توأم أو مستنسخ، واللي بسببه حصل على أحد الجرحين المجهولة المصدر هذه. وقال اللحية البيضة لشانكس: كلما رأيت وجهك أشعر بوخز الجرح الذي تلقيته من ذلك الوغد، لأن وجه شانكس يذكر اللحية البيضة بالشخص اللي تسبب له بأحد الجروح الموجودة في صدره. فإن صحت النظرية يا جماعة مثل ما قلنا فنحن أمام خيارين: شانكس إما إنه له أخ توأم أو إنه له شخص مستنسخ منه، وممكن يكون أبو شانكس هو أحد قادة الفرسان النبلاء أو الفرسان المقدسين عفوا، لأنه ممكن يكون يشبه أبوه مو شرط توأم. وفي مرحلة ما تصادم شبيه شانكس واللحية البيضاء وحصلت بينهم معركة، وعلى إثرها أصيب اللحية البيضاء، وهذا يفسر سبب وجود جرحين مجهولة المصدر على صدر اللحية البيضاء. هذا خلاصة الكلام. أنا ما أدري عنكم يا جماعة، ولكن للأمانة أنا أشوف أنه النظرية قوية جدا، وللأسف من كثر ما تم تداولها على الأنترنت والله أنا مش عارف مين اللي قالها، وعربي ولا أجنبي، بس أيا كان الشخص اللي قالها أهنيه صراحة، وإذا تعرفونه اكتبون اسمه في المنشن أو في التعليقات، لأنه صراحة نظريته قوية ودعائمها مرة جيدة. عاد تطلع صح ولا تطلع غلط ما راح نقدر نجزم، ولكن بنكتشف مستقبلا. وبس والله يا جماعة هذه تقريبا أهم الأشياء اللي ممكن نحتاج نسولف عنها في فصل اليوم، الباقي تقريبا كل شيء واضح وقابل للتحليل البسيط، وحتى القتالات والفريمات كانت مرة مختصرة وما شفنا فيها نتائج كثيرة. بعدين يا أخي ده يسوق امها يا جماعة، يعطيك جواب ويطرح لك 100 سؤال جديدة، هو كذا النظام يعني ولا كيف؟ يا وجيه انت وصلت فصل 1083 اكيد انك عرفت النظام، هو ده هو كذا، يعطيك جواب ويطرح لك 100 سؤال جديدة، اتعود اتعود، ويلكم تو ذا كلاب. حلو، يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، تكفى يا عزيز القرصان، لا تنسى تسوي لايك لو عجبك الفيديو، ظبط المظبيط، لأنه مثل ما قلت لك اللايك لو عجبك الفيديو يعني ترى بيكون دعم مره رهيب للقناه، وكمان زر شكرا ترى حاجه كويسه وبتخلينا نظبط المظبيط ونطور يعني ايش المعدات هنا في الاستديو. اشترك في القناه لو ما كنت مشترك، وتعال تابعني على تويتر وتويتش وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، كل الاشياء هذه راح تلاقيها في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.